السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنحن في هذا الشهر المبارك الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه الخير الكثير، في هذا الشهر الذي يغفر الله سبحانه وتعالى فيه السيئات ويقل العثرات، وهذا الشهر الذي تتضاعف فيه الحسنات وتفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، أعاذنا الله وإياكم من النار. فهذا الشهر فضله عظيم، نتذاكر بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعض ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحاديث، وهذه الأحاديث تمر على مسامعنا دائما في كل حين. هذه الآيات والأحاديث تمر علينا جميعا في خطب الجمعات وفي المواعظ وغير ذلك، وإنما هذا من باب التكرار، إن المسلم يتدارس العلم ويكرر بعض ما ورد في الشرع وكتاب الصيام. الآيات فيه معدودة والأحاديث كذلك معدودة، بمعنى هذا الذي ورد فيها في كل مسجد تسمع هذه الآيات وهذه الأحاديث، بمعنى ليس فيها زيادة، إنما الزيادة تكون في فعل العبد إن طبق هذه الأوامر في صيامه وقيامه أو حاد عنها. فهذا الشهر فضله عظيم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مفهوم من هذه الآية أن الصيام، أو كانت الأقوام من قبلنا يصومون وفرض عليهم الصيام، ومن فضل هذه الأمة كذلك كتب الله سبحانه وتعالى علينا هذا الصيام، أي فرض علينا. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. هذا هو شهر القرآن،
أنزل القرآن في هذا الشهر العظيم. القرآن عظيم، هو كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فأنزل في هذا الشهر، هنا فيه دلالة على فضل هذا الشهر وفضله عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يبين لنا فضل هذا الصيام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزئ به، والصيام جنة، والصيام جنة أي ستر يستتر به المؤمن من عذاب الله تعالى. فإذا كان الصوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل إني صائم إني صائم. والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما، فرحة إذا أفطر، وفرحة إذا لقى الله سبحانه وتعالى بهذا العمل، بهذا الصنيع، بهذا الصيام يجازيك الله سبحانه وتعالى به. فنحاول نصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم كما علمنا، أي نصلي كما صلى النبي، ونصوم كما صام النبي، ونحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادات مقيدة، لا نأتي بشيء زائد ولا ننقص من هذه العبادات التي فرض الله سبحانه وتعالى. فنحاول نكون على مراد الله وعلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أن العبد يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجل الصيام. نعم، لماذا هذا الترك؟ ائتمارا بأمر الله سبحانه وتعالى، أي إنك مصدق لهذه الآيات ومصدق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكففت عن المأكل والمشرب وكل المفطرات. لماذا؟ طاعة لله عز وجل. ليس هذه العبادة إن وجدنا آباءنا على أمة، أي وجدت الآباء والأجداد يصومون فصمت معهم وركبت مع السيد، لا، إنما هذا اقتداء، وهذا دين، وهذا تعبد، تقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كيف صام، وتلتمس القبول منه سبحانه وتعالى أن أطعت الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا يخفى علينا، كل عمل ابن آدم يتضاعف، كما في الأثر أن الله يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. ولو حسنة، أن المؤمن إذا هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، والحسنة إذا عملت هذه الحسنة فمن رحمته سبحانه وتعالى أن تكتب لك 10، ولا حسب النية، وتتضاعف من 10 إلى 70 إلى 700 إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى من الجزاء. فهذه رحمة منه سبحانه وتعالى، أن يفيض الله سبحانه وتعالى علينا من الرحمات، هذا فضل كبير منه سبحانه وتعالى. ومن فضائل هذا الشهر كذلك الحديث من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه، أن في الجنة باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق، عليكم السلام، فإذا دخلوا أغلق لم يدخل منه أحد. هذا الباب خاص، من يدخل من هذا الباب الصائمون، من صام، وأول الصيام هو المطلوب، هو الفرائض، ومن تتبع كذلك السنن فهذا على خير عظيم.
فبهذا الصيام تتذكر هذا الحديث، تتذكر هذا الحديث، تصوم اقتداء وديانة، فترجو من الله سبحانه وتعالى أن تدخل من هذا الباب. وفي الحديث كذلك من فضائل هذا الشهر: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه، هذه رحمة منه سبحانه وتعالى. تؤمن بأن هذا الصيام عبادة من عند الله عز وجل، إيمانا بما أمر الله، واحتسابا تحتسب الأجر وهذه المشقة، المشقة التي يراها المؤمن من الجوع والعطش والكف عن المفطرات، يحتسب هذا العمل لله عز وجل، غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر والعياذ بالله. فهذا يأمل المؤمن، الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة، إنها رحمات من عند الله عز وجل. إذا صليت تعتقد أن هذه صلاة بفضلها وبرحمة الله عز وجل تمحى عنك تلك الخطايا والذنوب. ليس معنى هذا أن المؤمن لا يخطئ، المؤمن يخطئ ويقصر في حق الله عز وجل، ولكن يتدارك، يتدارك بالاستغفار والتوبة والرجوع إليه سبحانه وتعالى على كل حال، ولا يقنط من رحمة الله عز وجل. وفي الحديث كذلك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. الشياطين تكبل وتصفد، فما يكون من الإنسان إلا الاستعانة بالله عز وجل في أن يصرف، وبفضله إنها صفدت على ظاهر هذا النص، يعتقد أن الشيطان ماذا؟ إنها مصفدة، ويقوم بالأوامر ويستعين بالله عز وجل، والنفس تكسل. في هذا الكسل لا يقول هذا من الشيطان، نعم الشيطان له دور، النفس والهوى والشيطان والقرين المصاحب للإنسان. فالشياطين إذا قيدت وصفدت بقت النفس، النفس دائما تصعب عليه العبادة والانقياد للطاعات. والإنسان عندما يرى جموع المسلمين أنهم يصلون ويصومون فيهون عليه هذا الفعل، أي فعل هذه العبادة تسهل عليه، عندما يرى العائلة بالكامل تصوم فيصوم ويجدد النية لله عز وجل احتسابا للأجر. وفي الحديث كذلك من حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه: الصيام جنة يستجن بها العبد من النار. هذا الصيام اجعله حاجز بينك وبين عذاب الله عز وجل، الصيام جنة تبعدك بإذن الله سبحانه وتعالى، وهذا الساتر يبعدك عن النار بفضله سبحانه وتعالى. ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه: صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل: يا رسول الله إنك صعدت المنبر وقلت آمين آمين. فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال: من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فدخل النار فأبعده الله فقل آمين. فقلت آمين والعياذ بالله.
صحيح أن هذا المحروم عندما جموع الناس تكون على العبادة وعلى الطاعة وتتواصى بالحق وتتواصى بالصبر، نرى بعض الناس أنه لا يصوم أو تشق عليه العبادة فما يقوم بالواجب الذي أمر الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. فنكن على أمر الله سبحانه وتعالى. وكذلك حديث أنس رضي الله عنه أرضاه يقول: دخل رمضان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم والعياذ بالله. فالإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى ويصوم ويصلي ويكون على مراد الله سبحانه وتعالى لعله يصب تلك الليلة، لعلنا نلحق هذه الليلة ونكون من الفائزين بإذنه سبحانه وتعالى. وبشرى أخرى من النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه وارضاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى، إن لله سبحانه وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة من رمضان، عتقاء من النار، هذه رحمة منه سبحانه وتعالى أن يدعو العبد أن يجنبه النيران وأن يكون من المرحومين في هذه الليالي الطيبة. ولكل مسلم في يوم وليلة، في كل يوم وليلة دعاء مستجاب. نعم، هذا شهر الرحمات، هذا شهر الأعمال. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن في أعماله كالريح المرسلة، في أي باب خير يسابق النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. النبي يصوم ويقوم ويتصدق ويعين صاحب الحاجة على حاجته. فنكون كذلك، نتعاون مع الناس، مع الضعيف، مع الكبير، مع الصغير، مع الذي نعرف والذي لا نعرف، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا الصيام محتاج منا إلى إخلاص، وإن الله لا يقبل العمل إلا إذا كان خالصا صوابا، خالصا لله عز وجل وصوابا على مراد، أي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبدوا الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. الإخلاص مطلوب في كل العبادات. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي كل هذه العبادات التي تقوم بها ترجو بها وجه الله، لا حتى يراك الناس أنك صليت وقمت وسبحت واستغفرت وحججت واعتمرت، حتى يرى الناس، حتى يسمع الناس، ما ينفع. الجزاء يكون في الدنيا ويردم معك في قبرك، أما الجزاء، أما الأعمال الخالصة هي لله، تنفعك في دنياك وفي قبرك وفي أخراك. وفي الحديث، وكلنا نحفظ هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فنجدد النية للصيام، إنه عبادة لله عز وجل، لا نضجر ولا نتكدر، وإنما ندعو الله أن يعيننا على هذه العبادة. يستعين الإنسان بالله ويدعو الله أن يسهل عليه الصيام والقيام والعبادة. غير الإخلاص، كما جاء في الحديث: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. إذا كان للدنيا فيبقى في الدنيا حتى يسمع الناس، حتى يرى الناس، غير محتاج. أخي المسلم، نحن غير محتاجين حتى يرى الناس هذه العبادات والعياذ بالله، العبادات لله سبحانه وتعالى. نحب أن يرانا الله سبحانه وتعالى حيثما أمر. فنسأل الله أن يتب علينا جميعا ويهدينا إلى الصراط المستقيم.
وفي الحديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أي إن الله لا يقبل العمل إذا كان شرك، وإنما بالعكس إذا كان شرك فيه عقاب والعياذ بالله. فهذه العبادة مصروفها لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث كذلك من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه مرفوعا: ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة أئمة المسلمين، ولزوم الجماعة. أولها هي الإخلاص لله عز وجل. كل العبادات، كل أمر يحبه الله ويرضاه، فنحاسب أنفسنا: هل هذه العبادة قدمناها لله أم أردنا بها الأصحاب والناس وغير ذلك والعياذ بالله. وفي الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. احتسابا أي يحتسب عزيمة وهو يصوم، يصوم لله عز وجل كما أراد سبحانه. في الصيام كذلك تثبيت النية، لا ننسى ولا نتناسى أن نجدد النية، نية في أول الشهر ونية في كل ليلة، وتدعو الله: نعم إنك صائم. تقوم استحضار النية، استحضر الأعمال للمسلم في سحوره أو في ليلته أن غدا صيام، ويستعين بالله العبد بالله عز وجل حتى يكمل هذا الصيام. من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وفي الأثر: لا صيام لمن لم يبيته من الليل، أي النية. تبيت هذه النية وتعتزم، تحرك القلب فيما بينك وبين نفسك، تحدث نفسك أنك في سحور أو قبل السحور أنك ستصوم لله عز وجل، وتطلب منه سبحانه الإعانة. والصيام كذلك ليس على المأكل والمشرب كما في الحديث، وإنما على كل ما لا يحبه الله ويرضاه كذلك من الأقوال والأفعال. في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. الإمساك عن المأكل والمشرب، والإمساك عن الأقوال والأفعال التي لا يحبها الله ولا يرضاها، وتجنب ماذا؟ اللغو والرفث، كما في الحديث مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم قال الله: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزئ به، والصيام جنة. وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد فليقل: إني صائم، إني صائم. لا ترد بالمثل، ممكن محق في الكلام وفي المجادلة وفي الخصومة، اترك هذا لله. ناهيك عن السباب والشتيمة، فتترفع عن هذا وتستحضر وتغلب نفسك وتقول، تحدث نفسك إنك صائم، تذكرها في هذه العبادة وتستمر في هذه الطاعة حتى تخرج نقيا بإذن الله سبحانه وتعالى. ليس الصيام عن المأكل والمشرب، وإنما الصيام من اللغو والرفث، فإن سابك أحد أو جهل عليك فقل: إني صائم، إني صائم. وفي الأثر كذلك: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش والعياذ بالله. وفي الأثر كذلك: والذي نفس محمد بيده، الذي بيده الأنفس والأرواح هو الله سبحانه وتعالى. هنا النبي قسم بالله: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذه الرائحة التي يتأدى بها البعض من جلسائه ومن قاربه فمعذور،
إنسان يعذر غيره أنه صائم كما أنت صائم، ربما لا تشم من نفسك شيء، إنما جليسك ربما يشم عنك شيء، فأنت وهو. ومعلوم أن هذا في حال الجوع عدم المأكل والمشرب صائم، فيخرج بطبيعة الحال هذا الخلوف. هنا بشرى لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أي هذه الرائحة ليس ربما تتغلب عليها في بعض الأحيان، ولكن الإنسان في صلاة وغير ذلك مع المسلمين مع المخالطة لا يتكدر، إنما يصبر. طيب، كذلك ماذا؟ لا ننسى الدعاء في هذا الشهر، الدعاء، تدعو لنفسك ولوالديك ولأولادك وإخوانك وسائر العائلة وسائر جميع المسلمين. ابتداء النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أول ما أهل الشهر في رؤية الهلال لشهر رمضان، كبر النبي صلى الله عليه وسلم ودعا: اللهم ألو علينا بالأمن والإيمان والسلام والإسلام والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى، ربنا وربك الله. تدعو الله سبحانه وتعالى بالأمن والأمان والسلامة والثبات على الإسلام والتوفيق، تخاطب كذلك هذا القمر أو هذا الهلال: ربنا وربك الله. هذا الهلال ويكبر بدرا ثم يصبح يرجع هلال، هو مخلوق، ربنا وربك الله، إنه لا يقدم من الأمر شيء، إنما جعل الله سبحانه وتعالى علامة لدخول الأشهر وخروجها وغير ذلك. كذلك لا ننسى السحور، هذا الدعاء، ويتسحر الإنسان اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي: تسحروا فإن في السحور بركة، بركة ولو بشربة ماء. البركة عام، بركة ليس فيها فقط تأخذ بركة بمعنى لقمة السحور، صحيح أنها تغنيك عن المأكل والمشرب، لكن فيها بركة، بركة عامة في كل شيء، يجعل الله فيها الخير الكثير، أن تغنيك عن المأكل والمشرب، وتأمل أن فيها الصحة والعافية، وأن فيها الأجر لاقتدائك بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه تسحر وأنه أخر السحور. وفي الحديث كذلك أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، أن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. الصلاة من الله هي الرحمة دائما، الصلاة من الله هي الرحمة، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، أن الملائكة تدعو لك وتستغفر الله لك وتؤمن على دعائك كذلك. إن الله وملائكته يصلون على المتسحرين، والصلاة من الناس هي الدعاء كذلك، الصلاة من الناس الدعاء. المهم هذا لبيان، الصلاة من الله هي الرحمة، والصلاة من الملائكة هي الاستغفار، بمعنى أن مش الملائكة تصلي بمعنى تصلي عليك المقصود هذه الصلاة التي نصلي، إنما تستغفر للعبد. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر كذلك في الصيام فضل ما بين صيامنا وصيامهم، أي أهل الكتاب، أكلة السحر، أي بمعنى كان أهل الكتاب لا يتسحرون، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السحور سنة لهذه الأمة، وفيها الخير وفيها البركة كما سمعت. والسحور نعمة، سحور المرء التمر، التمر إن صحيح فيه تقوية للجسد، يقوي كبد الإنسان، والماء يرطبها ويتقوى الإنسان بهذه الثمرات أو الرطب. كذلك في الصيام ماذا؟
التبكير بالإفطار وتأخير السحور هذه السنة، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحر. إذا غابت الشمس أو أذن المؤذن تفطر. لا بعض الناس ما يعجلون بالإفطار حتى يأتي الليل أو تخرج النجوم. السنة هذه سمعت، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. كذلك تأخير السحور، بعض الناس من نصف الليل يتوقف عن المأكل والمشرب. إذا كان تقصدا هذا قصد النبي صلى الله عليه وسلم تعجيل الإفطار وتأخير السحور، ليس فيه احتياط أكثر من احتياط النبي صلى الله عليه وسلم. هذا دين، فالنبي كان يعجل الإفطار ويؤخر السحور. طيب، كذلك السحور كله بركة، فلا تدعوه ولو أن يجرى أحدكم جرعة ماء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين. هذا الحديث حديث أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه كما أخرجه الإمام أحمد رحمة الله عليه. وفي الحديث كذلك في تعجيل الإفطار، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا أقبل الليل من ها هنا وغربت الشمس من ها هنا فقد أفطر الصائم، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. هذه دلالة من النبي صلى الله عليه وسلم على ماذا؟ إن الدين سهل وبسيط، كأن المواقيت بين الظهر والعصر نعرفها بالشمس، طلعت الشمس أصبحت في كبد السماء، الزوال دخل الظهر، الظل مرتين دخل العصر، غربت الشمس المغرب، خرج الشفق، غاب الشفق العشاء. علامات بسيطة. بعض الناس ما يأخذ هذه البساطة، إنما يجادل، يريد يطلع إلى القمر الصناعي حتى يرى الشفق. سهل النبي صلى الله عليه وسلم لنا هذا الدين، والدين يسر، فما نشدد. بالعين، غربت الشمس صلي، الشفق إذا رأيناه، غاب الشفق دخل العشاء. بعض الناس ما يصدق، يتعنت. فهذا الدين جعل الله سبحانه وتعالى لأهل المدينة ولأهل الصحراء ولأهل البحار. وإذا كنت مقيم أو كنت مسافر، وخاصة المسافر يتقلب، تتقلب المواقيت ليست واحدة بين البلدان، فالعلامات ظاهرة، وتأخذ بسهولة هذا الدين. أو عامة المسلمين في أي بلد سفرت إليها، صلوا صلي معهم، صاموا صم معهم. خذ الدين ببساطة، لا تشدد في مسائل التي سهلها الله سبحانه وتعالى. رب شاب تسأله عن غروب الشمس، يأتي لك بأبحاث كتب. يا أخي، هذه الكتب والأبحاث في غروب الشمس نحن في غنى عنها، الشمس تراها بعينيك هذا الوقت، وهذه الكتب اقرأ في مسائل العقيدة، مسائل الفقه، أفضل لك. يبدأ يجادل، غربت الشمس، معروف الشمس غربت، ما رأيناها غربت، انتهينا. ليش يأتي لي بأبحاث؟ يأتي لك بأبحاث، يأتي لك بقصص لا نهاية لها. غربت الشمس سهل، كل إنسان مبصر يتحقق من غروب الشمس إذا دخل المغرب. انظر الفتاوى، انظر الكتب كذا في غروب الشمس، انظر المباحث، انظر كذا. يا أخي، ترهق في نفسك ليش؟ غربت الشمس غربت، مش محتاج إلى أبحاث وإلى ندوات في غروب الشمس، يا أخي نراها بعيني، انتهينا. فهذا الدين يسر، تتبع اليسر يتيسر، تتشدد وتضيق على نفسك، والله المستعان.
طيب وفي سنن الإفطار كان النبي صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات، الرطب هو التمر الطري الجديد قبل أن يصلي، انظر رطبات وقبل الصلاة، فإن لم تكن رطبات فتمرات، فإن لم تكن حسوات مما رطب، فيش رطب تمر، هذا لي عند الجميع، معنى الرطب هو الجديد وبعده التمر، هذا الذي يصل إلينا هنا، هذا تمر، فإن لم يجد فحسوات مما، فالتمر والماء فيه فوائد عظيمة، فوائد عظيمة لجسم الإنسان، وكل أمر أمر الله سبحانه وتعالى به، أو كل حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لو وحدت لوجدنا فيها الخير العظيم في دنيانا وأخرانا، أي أمر من أوامر الله هو في صالح الإنسان في دنياه في قبره وفي أخرى، أي أمر، وكل نهي على العكس، كل نهي هو ليس في صالحنا في دنيانا وأخرانا، والله المستعان. وأبشر بالدعوات المستجابات، نعم تعتقد أن فيه ساعات إجابة، وفي الصيام فيه رحمات ونفحات تدعو الله أن يستجيب لك. ثلاث دعوات مستجابات، دعوة الصائم ودعوة المظلوم ودعوة المسافر. لم يدعو الإنسان بالخير، لا يدعو بالشر على الناس أو على نفسه، إنما يدعو بالخير، تدعو بالخير دائم، تقدم الخير تجد خير، تسامح تغفر للناس يغفر الله لك، تتنازل عن بعض الحقوق من يعفو الله عنك بالمثل، الجزاء من جنس العمل، إن كنت رحيما بالخلق فيرحمك الله سبحانه وتعالى في دنياك وأخرى. ويستحب الدعاء عند الإفطار، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت أحاديث بعضها ضعيف، يدعو الإنسان بما شاء وبما يحفظ من خيري الدنيا والآخرة، منها ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والبشرى نكررها كذلك، إن لله تعالى عتقاء في كل يوم وليلة من رمضان، ولكل مسلم دعوة مستجابة، ادعو من خيري الدنيا والآخرة، ادعو بالصحة والعافية والمغفرة، وادعو بالسعادة من الله يسعدك في دنياك وأخراك، تكون من السعداء، من السعداء يسعدك الله في دنياك، لا تكن شقيا وفي الآخرة لا تكن محروما من جنان، نسأل الله أن يعفو عنا ويرحمنا أجمعين. ولا تنسى الصدقة أو الزكاة، وأقلها إفطار، تفطر الصائم تحتسب الأجر، من فطر صائما كان له مثل أجره، لا ينقص من أجر الصائم شيء ولو بتمرة، تصدق حتى ولو كيلو تمر لأحد المساجد، تأتي الناس تأكل من هذه التمر وكذا، فلك أجر، قدم للفقراء والمساكين والمحتاجين، دائما الناس يقول هنا مش موجود، موجود، هل في بلاد غير الإسلام ما في فقراء؟ فقر، فقر موجود في الدول الغنية وفي الدول الفقيرة وفي الدول، كل دولة فيها أغنياء وفيها فقراء وفيها طبقات، فيبحث يتصدق الإنسان حتى ولو بالقليل، الذي يعرف وعلى الذين لا تعرف، إن ما عرفت ارسل إلى أهلك أو جيرانك، أو أسأل أهلك وجيرانك يدلوك على المحتاج والمسكين الذي يفرح بالتمرة أو بكيلو التمر، تجد ناس محتاجة حتى في بلاد الإسلام، يعين الإنسان الناس بما استطاع، من أفطر صائما كان له مثل أجره، لا تنسى هذا. والصلاة والصيام
من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تقوم تصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم إيمانا، كما مر الحديث واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، تكون على هذه السنة وتحتسب هذا الأجر وفي بالك، وتجعل هذا الحديث أمام عينيك، إن الله غفور رحيم، تسلك هذا الطريق. ولا ننسى ليلة القدر، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر، ويلتمس المؤمن ليلة القدر، والنبي قال التمسوها في العشر، العشر الأواخر. وكذلك ماذا؟ القيام مع الجماعة، قم مع الجماعة، المسجد قريب وكذا، قم مع الجماعة إن استطعت من غير مرض ولا خوف ولا أي شيء، قم مع الجماعة. أو ما استطعت على هذا، قم لو في بيتك صلي جماعة مع أهل بيتك، مع أولادك وزوجتك صلي. وفي الحديث نذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. تكون مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وأهل العلم يقولون لو زاد الإمام على ما تعتقد، ربما تعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنك لا تزيد على 11 ركعة، لو الإمام زاد فلا بأس، أبقى مع الإمام، زاد على 11 ركعة صلي معه حتى ينصرف، تكون ضامنا لهذا الحديث، مضمون بمعنى تضمن هذا الحديث، مقام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. والخلاف بين أهل العلم معروف، البعض يفتي ما زاد النبي على 11 ركعة، والبعض الآخر يفتي بالعموم، صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعتين وأوتر بواحدة، يزيدون على هذا، يزيدون على 11 ركعة. وهذا الكل يشاهد، ربما تروا في الحرمين يصلون بأكثر من 12 ركعة. وذكر شيخ الإسلام رحمة الله عليه، نعم كان النبي إذا أطلت في الصلاة، أطلت في القراءة، تطل في الركوع والسجود، وربما تقصر على 11 ركعة. أما إذا كانت الركعات خفيفات، قل تزد على 11 ركعة. فهذا الاعتدال، إذا كان 11 ركعة ربما تطل القراءة والركوع والسجود، إذا كانت خفيفة تزد على هذا. ونقل الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه الإجماع، أجمع العلماء لأنه لا أحد ولا شيء مقدر في صلاة الليل، وإنها نافلة، فمن شاء أطال فيها القيام وقلت ركعاته، ومن شاء كثر فيها الركوع والسجود. فالمسألة خلافية بين أهل العلم، والأمر فيها واسع، وعلى ما يعتقد الإمام صلي معه. وكذلك الفرص، من فتح الله عليه في هذا الشهر وأراد أن يعتمر فبيه ونعمة، فعمرة في رمضان تعدل حجة، حجة معي، تعدل حجة معي، أي في الأجر والثواب. والعمرة في رمضان هي لا تجزي عن حجة العمر، تعدلها بمعنى تعدلها في الميزان الحسنات. الأجر في رمضان أجر عظيم. ولا ننسى ولا نتناسى أن هذا شهر القرآن، فيكون لكل إنسان نصيب، الذي يستطيع يقرأ العربية ويقرأ القرآن ولسانه رطب بالقرآن يزد ويختم، الذي يتتعطى يقرأ على ما يستطيع، الذي لا يستطيع أن يقرأ يستمع. ليس شرط أنك تقرأ، لو ما فتح الله عليك لا تقرأ العربية أو تصعب عليك، اسمع القرآن، اسمع، اختر أي القراءات أو القراء ترتاح معهم فاسمع، وتكون بإذن الله سبحانه وتعالى مأجور. نعم، قراءة القرآن أجر وسماع القرآن أجر.
قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا شهر القرآن، والصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعاني لصاحبهما. فنسأل الله أن يغفر لنا ويرحمنا ويتوب علينا ويحسن خاتمتنا أجمعين. أقول هذا، فإن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، كان صوفا من الرحمن. وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.